قال صحفي تركي إن السلطات التركية تعتقل ما بين 500 إلى 600 شخص في المتوسط، بينهم صحفيون ومعلمون وأكاديميون بشكل أسبوعي، وذلك بزعم صلاتهم بجماعة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. كما أوضح الصحفي التركي أن شرطة أردوغان اتخذت 540 ألف إجراء قانونيا ضد حركة جولن خلال 3 سنوات. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة سيد عمر أحمد الكاتب الصحفي. أستاذ عمر أرحب بك. مساء الخير لكم، تحياتنا لكم والمشاهدين. نعم أرحب بك أستاذ عمر. يعني إذا بدأت الآن المواقع والصحف تعاود الحديث عن محاولة الانقلاب التي حدثت في عام 2016 وأنها كانت مدبرة من قبل نظام أردوغان لقمع المعارضين، تعليقك أستاذ عمر. نعم، السنة الثالثة أو الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب كلنا شهدناها وعشناها، كانت حقيقة حدث يعني أثر بنا كثيرا من الناحية النفسية والمعنوية. منظمة فتح الله جولن موجودة في تركيا منذ 40 عاما، وكانت تعمل مع معظم أو مع كل الحكومات التركية المتعاقبة، ولكن في فترة وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة يعني حازت هذه المنظمة على قوة كبيرة جدا، جعلتها تسيطر على مؤسسات حساسة جدا في الدولة وتبلغ مناصب قيادية وعليا جدا في الجيش وفي القضاء وفي كثير من المؤسسات القيادية والحساسة جدا في الدولة. بين قوسين الواسطة في تركيا لتعيين الأشخاص في المناصب كانت تمثل بمنظمة فتح الله جولن. عليك أن تنتمي إلى هذه المنظمة لكي تحصل على وظيفة جيدة في الدولة، هذا كان في السابق. لذلك عندما حصلت هذه محاولة الانقلاب هذه، ويعني الكثير من الكتاب المعارضين هنا يقولون أن هذه المحاولة أو الانقلاب العسكري أو محاولة الانقلاب العسكري كانت معروفة من قبل حزب العدالة والتنمية، معروفة يعني الخطة معروفة من قبل السلطة لكي تتركها يعني يتم تنفيذها، ولكن يتم كبحها حتى تشكل ذريعة وذريعة قوية جدا ليتمكن أردوغان من تصفية منظمة فتح الله جولن وغيرها أيضا من المنظمات أو الجماعات المعارضة له. حدث فراغ كبير جدا في تركيا، هذا الفراغ يتم تعبئته حاليا أو منذ 3 سنوات بالتابعين أو المؤيدين لحزب العدالة والتنمية. لذلك يمكن القول أن نظام الشخص الواحد الذي تنتقده المعارضة وتصر على إعادة يعني الاستفتاء الشعبي هو هذا النظام الذي تتحدث عنه، نظام مليء بالمؤيدين لحزب واحد وليس من المؤيدين للوطن ولمحبي الوطن. لذلك يعني حب حزب العدالة والتنمية فاق عن حب الوطن بالنسبة للمعارضة، هكذا تقول المعارضة التركية وتتهم حزب العدالة والتنمية يعني تنفيذ خططه الى بهذا الشكل. دعني أذهب معك إلى يعني نقطة أخرى وهو ما يتعلق بالحدث الذي سيشارك فيه بعض المدانين الموضوعين تحت الخدمة المدارية فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب أو ذكرى محاولة الانقلاب في عام 2016. هل لديك تفاصيل أستاذ عمر عن هذا الحدث؟ حقيقة يعني مثلكم قرأت الخبر بأن يعني كما ذكرتم أن المدعين سوف يشاركون بهذه الفعاليات. هنا الغرض هو يعني إظهار يعني الحدث مرة أخرى أو إعادة تصويره بالرأي العام التركي. الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية بحاجة ماسة اليوم لتشجيع أو لتأييد أو لإعادة كسب ثقة الشعب من مرة ومرة جديدة بعد الخسارة الكبيرة في انتخابات البلدية الماضية. لذلك
يعني ذكرى 15 يوليو هي ذكرى مناسبة جدا، وسوف يستغلها بشكل كبير جدا أردوغان وحزب العدالة والتنمية لإعادة كسب ثقة الشعب بأننا يعني تخطينا محاولة انقلاب كانت سوف تدمر الدولة وكانت سوف تعيدنا إلى العصر الحجري. نعم. وما إلى ذلك من هذه الكلمات، لذلك سوف يتم استغلال أي شيء ممكن. نعم. لكسب ثقة الشعب من جديد. نعم، في هذه النقطة تحديدا أستاذ عمر، يعني دعني أختم معك بهذا السؤال، هل هناك أي سياسات جديدة قام أردوغان باتخاذها داخل تركيا بعد نتيجة الانتخابات الماضية؟ يعني برزت الكثير من الكواليس حقيقة، وصلتنا الكثير من الكواليس، ولكن لم يتم الإعلان عنها، بأن هناك تغييرات حتى في الحقائب الوزارية. يعني طرح كثيرا موضوع تغيير صهر أردوغان، وهو مستلم لوزارة المال الخزانة، يعني مستلم للاقتصاد في الدولة بسبب يعني التراجع الاقتصادي الموجود حاليا في البلاد والأزمة الاقتصادية، لكن حتى الآن لا يوجد أي خطوات ملموسة على الأرض. هناك أكثر اليوم تحركات باتجاه منع أصدقاء الأمس من تشكيل أحزاب سياسية، علي بابجان وأحمد داود أغلو يحاولان اليوم تشكيل أحزاب سياسية لمنافسة أردوغان في الانتخابات القادمة، لذلك هناك الكثير من الكواليس أيضا بأن أردوغان يتحرك لمنع أصدقاء الأمس من الانضمام إلى هؤلاء، لذلك يعني هناك تحركات حقيقة، لكنها لم تصل إلى المستوى الذي يرضي. نعم. الشارع التركي المؤيد الذي كان مؤيدا للعدالة. وصلت الصورة أستاذ عمر أحمد الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة، شكرا جزيلا لك.